الانسان يبغى يتعامل مع الروبوتات ما ودك ما يشوفه الا فقط من خلال معارض عالميه، تبغى يروح مكان داخل البلد يساعد على 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 التعامل مع كذا. فهذه المراكز فيها ثلاثه رئيسيه. اول شيء تكنولوجي لابس المقصود فيها هذه اللي تسبب لي اطفال في التقنيه في العالم. روبوتات جديده، اي او تي جديد، آلات تصنيع جديده، آلات لحام، كل هذه التجهيزات غاليه صعب المينتنس لها للمستثمرين، تحب تكون في مركز وطني بحيث انك انت كدوله تتعامل مع المصنعين وتساعدهم انهم يقربون التقنيه للمستثمرين. الجانب الثاني اللي هو اكاديميه التدريب. بامكان خلق اون جاب تريننج او تدريب على راس العمل سواء فيرتشوال ولا حتى بوجود تاسيس تجهيزات متقدمه. وكذلك لابد يكون فيه امكانيه الانتاج، لان المستثمر اذا شاف خطوط انتاج متقدمه ويشوف جودتها ويشوف كفاءتها ويشوف انه يقدر يدرب موظفين عليها ويشوف صندوق التنميه قريب بموله لو تمكن منه، راح يكون عمليه تبني استخدام التقنيه الصناعيه وتقنيه الصناعه الرابعه بشكل يعني اقرب من اي وقت مضى لهؤلاء. كمثال بامكان مثلا وضع مركز كابيلي سنتر مركز على موضوع اوتونوس فيكل اللي هو المركبات ذاتيه القياده. هذا قطاع تحت مظله الموبيليتي، والموبيليتي احد اجزاء مستهدف من مستهدفات الرؤيه. وبالتالي انت تقول انا بضرب عصفورين في حجره، بتبنى التقنيات الصناعيه الصناعه الرابعه، وفي نفس الوقت ابدعم قطاع اساسي مثل الاوتونوس فيكل. الثلاث المنت في شركاء تقنيين اكاديميين تعليميين، في ناس يصنعون سيارات بدهم يشاركون في هذا الموضوع، وفي تقنيات مستخدمه في الانتاج وفي التشغيل وفي اجزاء هذه المركبات. من هذه المراكز مثلا زي تستطيع تتعامل مع 3D printing طباعه فرديه، تتعامل مع artificial intelligence، تتعامل مع الانترنت اوف ثينجز، تتعامل مع كثير من التقنيات اللي ذكرناها. طيب بعجاله انا ان شاء الله بس يتوارى لكم قضيه كبيره السلطه تقول انها مهمه جدا وتقول انها ما يمكن تطبيق الصناعه الرابعه الا بها. ليش؟ فانا حاولت من خلال رسم هذا الاندستري 4 بس اعاده هي جزء من عمليه التحول الرقمي. هي جزء من عمليه التحول الرقمي وتستهدف قطاع الانتاج او قطاع التصنيع. طيب وش التكنولوجيز اللي الان نتعرض عليها على انها هي الركائز او البيلرز حقت الصناعه الرابعه؟ حوالي 9 تكنولوجيز عرفت انها تمثل التقنيات اللازمه لموضوع موضوع التمكن من الصناعه الرابعه. اي دوله عندها الامكانيات في التكنولوجيا هذه تقدر تقول انا وصلت لموضوع الصناعه الرابعه. طيب هذه التكنولوجيا تسعه اي بلد يبغى يقول انا اوطن تقنيه افرض ان روبوتكس، انا اتليست لازم يكون عندك 3 مراكز لكل تقنيه. 3 على الاقل لكل تقنيه. ما هي ما تكون، ممكن تصير جامعة الاستقرار، ممكن تكون في المدينة، ممكن تكون هنا وهنا بنفس الوقت، لا بأس. وش الثلاث محاور أو المناظير اللي المفروض نشوف فيها التقنية هذه؟ عرض التقنية، وش الناس سوت؟ لازم يصير عندنا قدرة على متابعة أحدث ما توصلت له التقنية. الجانب الثاني العامل البشري. طبعاً العامل البشري لا يخفى على أي إنسان أنه هو الأساس. بالذات في موضوع لما يصبح المعرفه او الفروقات بين دوله ودوله هي العامل البشري. كثير من الدول تستقطب افضل العقول وتسهل عملها النتيجه. العامل البشري لابد يكون يحضر، لابد تجهز وتسوي مبادرات مثلا موضوع تقنيه الروبوتكس، معناها لابد يكون عندي جهات في داخل المملكه تعلم وتدرب وتؤهل ليتعاملون مع الروبوتات. الجانب الثالث اللي هو البحث والتطوير والابتكار. فابغى تبدا تشوف ايش قاعد تسوي وتحاول تحاكم الركب وتتعدى.
لابد يكون عندك مركز بحث وتطوير وابتكار متخصص بتقنية الروبوتات. معناه عندنا على الأقل 27 مركز منفصل على الأقل، لكن لا يعني أنك ما تكرر أي جانب وتتوسع بحسب القدرة. علشان تقدر تتعامل مع هذه التقنيات تحتاج بارتنرز، تحتاج تكنولوجي ليدرز. طبعا هنا سامبل ما ابقى احسس ان هذا اكسكلوسيف، هذه سامبل من التكنولوجيا اللي انا اتعامل معها شخصيا. فهذول البارتنرز يستطيعون يساعدونك في عرض التقنيه، كذلك في عرض التحديات ودعم التعامل معها، وكذلك في التدريب والتدريب والتأهيل للفوائد البشرية. طيب الآن سوينا عرضنا لابد يكون عندنا بارتنرز، ولابد عندنا تكنولوجي، وعارفين شو بالضبط التكنولوجي اللي يريد اننا نحتاج اننا نستهدف. نتكلم عن الكابلت سنتر، هنا يجي دور الكابلت سنتر، تصمم لقطاعات مستهدفة وتصمم بنفس الهيكلية، تكنولوجي شو كيس، تكنولوجي تريننج، ومصانع مستقبل او اجزاء مركز معامل الانتاج داخل السنتر. خمس مراكز الان تم وضع ميزانيه لها، وعلى وشك ان تبدا في عمليه التنفيذ. المراكز هذه تستهدف قطاعات مثلا الايروسبيس، ممكن بعض الديفنس، بعضها في الميديكال فيلد، بعض الووتر تكنولوجيز، وهذه من الاشياء اللي الله يعني تنسجم وقائم مع اهداف الرؤيه. بعد ما نسوي المراكز الان الدور حقه ياتي لانها تكون ابوابها مفتوحه لمن؟ للمنشات الصغيره والمتوسطه اللي تبغى تتعامل مع الصناعه، اللي تبي تشتغل مع الصناعه. الشركات الصغيره والمتوسطه تحتاج جانبين، تحتاج بزنس انكوبيشن، وهذا الان قوي جدا الحمد لله في المملكه، وتحتاج ايضا تكنولوجي انكوبيشن، تحتاج اكسس للبرودكشن فاسيلتي. هذول الاسميز المنشات الصغيره والمتوسطه لابد يكونون ايضا يوجهون ايضا وين يكون دورهم في قضايا سلاسل الامداد في اي قطاع مستهدف. وبالتالي اذا جاء مجموعه من الشركات يبغون ينتجون نفس المنتج، ممكن المراكز هذه تقول لا، حاولوا تقللوا المنافسه، تزيدوا التكامل ما بينكم بحيث انكم تستهدفون منتجات اكبر او اعقد. بعد ما يكون عندنا SMEs بشكل مناسب، يصبح عملية المشاركة في الميجا بروجكت وفي الشركات الكبيرة اللي نحاول نأسسها من الأسامي، تصبح الاسميز هذول جاهزين انه يكونون جزء من استراتيجية الشركات الكبرى هذه، وأيضا مشاريع الدولة الكبرى. طبعا لأن المؤتمر عن الاتصالات وتقنية المعلومات حبيت اني بس احط جانب متخصص. الآن العماد والاساس لاستراتيجيه المملكه الصناعه الرابعه هي مراكز القدرات، اللي من خلالها راح نتعامل مع التوعيه، نتعامل مع الليجل، مع الاطر القانونيه، نتعامل مع قضيه تقييم المصانع بالنسبه للصناعه الرابعه، كلها راح تدور في فلك هذه المراكز. طبعا ال 5G والاندستري 4 طبعا غني عن 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 التعريف، ان وجود الاتصالات والبنيه التحتيه للاتصالات والبرمجيات اللي تقنيه المعلومات لا شك انها هي الاساس للتحول الرقمي، واللي هي الاساس ايضا لتمكين الرقمنه في الصناعه. الموعودين فيها الان من 5G ان 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 الليتنسي منخفضه جدا، والباندويث حق الداتا عالي جدا، وبالتالي كثير من التطبيقات المطلوبة للصناعة الرابعة تكون في متناول يدي. من مثلا الآن نتكلم عن التدريب على رأس العمل، بحيث أن الطالب والطالبة يتعاملون مع التدريب والتعليم بعدين يروحون قدام الآلة. لما يصير عندك augmented reality device بإمكانك تخلي الخبرة مركزية وتتعامل مع عدد آلات كبيرة. الـ augmented reality تصبح الباندوث عالي، الفيديو ترانسفور الفيديو كونفرنسينج تصبح رخيص ومتوفر لكل آلة.
فبالتالي تستطيع أن تتعامل على الآلة حتى لو كانت خبرتك منخفضة جدا. هذا الـ 5G راح يساهم بشكل كبير في توصيل هذا الشيء. طبعا التعامل مع الصيانة أعمال الصيانة أصبح أيضا أوريدي مستخدما. كذلك في موضوع الموبيليتي داخل البيوت، داخل الآلات، تتكلم على روبوتات تتعامل مع البشر في الطب، في الاتباع، وفي في الشوارع. كثير من هذه من الذكاء الصناعي المطلوب تنفيذه ما يمكن يكون في كل جهاز، لابد يكون سنترالايز. وبالتالي المعلومات اللي يجمعها المركبه سواء في السياره او في الروبوت لابد تروح للكلاود للمعالجه الذكيه وبعدين ترجع للقائد. هذا موضوع ضخم جدا وسوق اقتصادي يتحارب عليه كبار الشركات. الجانب الثاني اللي يهم انه اذا قلت سالت احد، سالني احد لو شو تخصص؟ وصرت داير ولا عندي جواب صراحه، اقول برمجه. يعني تقول واحد يقرا ويكتب. البرمجه اصبحت جزء بسيط من 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 امكانياتي. المفروض كل شخص يكون عنده قدره على البرمجه. الان هل هذا الديماند؟ هل يوجد وظائف لها؟ يقول ان الطلاق صناعه ضاربه اذا طبقت راح يكون تقريبا في تطبيقات لكل جهاز تشوفونه حياتك. معناها ان الطلب على الاي تي وعلى البرمجه راح يكون يعني زي ما كان ضخم في الفتره الماضيه راح يزداد. وبطريقه اساسيه. كثير هذه صدى جديده طالعه عن النيد وعن المتوفر. طبعا المتوفر يمكن كثير جرب اللي جرب يسوي تطبيق يتعامل مع شركه ولا ويب سايت يجد في تعاون كثير في الجوده وفي الامكانيات، وبالتالي هم يتكلمون على الاي تي سبلاي اللي هو تراستد اي تي سبلاي. الجانب الثاني انه ما في فند كفايه. اغلب الناس يقولون لازم ومهم جدا تاخذ معلومات، الحقيقه لا يعطونا البجت ولا يعطونا التحمل ولا الصبر على 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 لان ما في قناعه حقيقيه داخليه باهميتها في الامباكت. لذلك في تفاوت ما بين الاقتناع وما بين التمويل. طيب اخر شريط عندي، هذا اتمنى ان تكون رساله مني لطلاب الجامعه ايضا. اي شخص مو في كليه حاسب يستطيع يكون مبرمج من اعلى الدرج باستخدام توجه جديد اصبح متاح جدا اللي هو يسمونه لو كود بلاتفورمز. في كثير من انا في عجاله بس اخترت مجموعه، لكن في عدد كبير من المنصات. من بين هذه المنصات كلها يعجبني او اهتم في مندج. السبب لانها مملوكه الان من شركه سمنت. شركه سمنت من التصميم، شفت الفيرتشوال لايف هذه اللي ذكرناها كلها، تعتبر من الشركات الاوائل اللي تبنى